يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قصة الغار، هل تثبت قصة نسج العنكبوت للخيط على باب الغار، وكذلك وجود عش للحمامة عليه؟ الله أعلم، هذا ما أدري عنه، لكن القصة مذكورة في القرآن، وأن الله أعمى أبصارهم فلم ترى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أن فيه عش أو فيه حمامة، الله أعلم، ما أدري. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.